فيديو لعملية غريساج يطيح بلصة في قبضة أمن تيزنيت. تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تيزنيت من إلقاء القبض على فتاة عشرينية، والتي ظهرت في تسجيل مصور بشارع اليوسفية وهي تعترض سبيل سيدة بحي السعيدية. وقالت مصادر أن الفتاة تنحدر من مدينة الدار البيضاء وتشتغل بتيزنيت كنادلة بأحد المقاهي، وقد عثر بحوزتها على بعض المحجوزات المتحصل عليها من عمليات السرقة، ومنها هاتفين نقالين. وأطاح الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي السبت 3 شتنبر الجاري بشابة في العشرينات من العمر عمدت إلى اعتراض سبيل امرأة وسرقت حقيبتها اليدوية تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي السعيدية بمدينة تيزنيت.